هنا من أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث هذه الانطلاقات المستمرة في هذا المهرجان المقاير من نوعه، حيث الانطلاقات الكبيرة والتحديات الرائعة. يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، شوطنا التاسع الذي انطلق قبل قليل لتنطلق الآمال ورحلات البحث المتواصلة عن الناموس التي تستمر دائما في أرضية هذا الميدان وأشواط الإنتاج. نبدأ بجولتنا الثالثة ونبدأ مع شوطنا التاسع للإبكار المحليات الأصايل، لينطلق مباشرة وأسير إلى المركز الأول إلى المقدمة. هناك أفعال من تتواجد على الصدارة لأحمد بن صغير بن قنون الاكتبي، من يتواجد بمقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني الوارية لعبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي على المركز الثاني، انتقل مباشرة وأسير ليتحول إلى ثالث المراكز مع انطلاقة وتحديات وضحة عبد الله بن مهير. هنا مع وضع حياتي عبد الله بن ايضا المتقدم في هذه اللحظات، عبد الله بن مهير بالسايق المزروعي من ياتي في هذه الاندفاعات الجميله. الحضور الاخر يبدا مع عروبه لراشد بن سيف بن علي الضحاك. الشامسي يتقدم، بدا الشامسي يتحرك، بينما المركز الخامس مع الشرود لسعادة سرور بن عمير المشغوني من يتقدم في هذه اللحظات. انتقل إلى المركز السادس في هذه اللحظات، سادس المراكز وصولا من شديدة لحمد بن محمد بن سيف بن عيف العامري، ياتي في هذه اللحظات يتقدم في هذه التحديات. أبدأ مع المركز السابع وسابع المراكز وصول من مصيحة لمهير بن علي بن راشد بن سويل بن كليب القادم في هذه اللحظات، والوصول ايضا هنا وصولا من التزام لحمد بن بخيت بن علي المزروعي، ياتي في هذه اللحظات يتقدم. وارى الشعار الاقتصادي ايضا قادم مع المركز العاشر، دم علي حمد بن غانم بن علي بن مودة الظاهري. هذه الأسماء، هذه الشعارات، هذه القوة في أرضية هذا الميدان، في ميدان المرموم، الميدان الذكي، تحفة ميادين السباقات، تتعدد الأسماء هنا لهذا الصرح التراثي الكبير التي أتت له الأسماء بالمشاركة وتوافدت من كل حدب وصوب، من كل فج عميق للمشاركة في هذا الكرنفال الشعبي الكبير، في هذا العرس التراثي المثير. أعود إلى الصدارة وأعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول وإلى اندفاعة الصدارة. هناك مع المقدمة تأتي أفعال هنا على الصدارة، تتقدم بشعار أحمد بن صغير بن قنون الاكتبي يتقدم، عروبه القادمة بالمركز الثاني لراشد بن سيف بن علي الضحاك. الشامسيات مع المركز الثاني، وضحى بالمركز الثالث، وضحى لعبد الله بن مهير بالسايق المزروعي القادم ايضا بالإثارة والقوة، القادم بالتحديات. ووصلت زريج تقدمت في هذه اللحظات وتحركت بشعار اجميل بن عبد الله بن سليمان السعيدي القادم. هناك في هذه اللحظات الجميلة يبدأ ويتسلل ويتقدم على المركز الأول مقدما لهذا العرض، مقدما لهذا الأداء. ولكن أرى القادمة، أرى الشاهنية الواصلة بشعار سيف بن راشد بن سالم بالشاوي الغفلي تقدم وتحرك، وأيضا عالية لسلطان بن محمد
بن رشيد السويدي ايضا قادم، والقدوم من التزام حمد بن بخيت بن علي المزروعي مقدما للالتزام، مقدما للالتزام، والكل ملتزما بهذا الانطلاق الكبير الذي يحمل المتعة يحمل الإثارة. وصلت ملوح ملوح القادمة، واللي قدمت في هذه اللحظات القادمة ملوح المتحركة هنا بهذا الانطلاق بشعار سيف بن محمد بن علي الشامسي، والقدوم الآخر يبدأ هنا من الهبيبة القادمة هنا في هذا الانطلاق الجميل. قدمت الهبيبة الهبيبة بشعار حمد بن مبارك بن هدفة العامري، ووصول على المركز الثالث من عالية سلطان بن محمد بن رشيد، المركز الرابع الوارية عبد الله بن محمد بن محيروم المحرمي. اشتدت المنافسة، اشتد الصراع، اشتد النزاع، اشتدت القوة، القوة في أرضية هذا الميدان، في قوة الأسماء، بقوة الشعارات، بأداء كبير تتقدم به هذه الشعارات الكبار. 1400 متر ما تبقى من نهاية هذا الشوط، الكل يتقدم من المناطق الخلفية التي تحمل الإثارة الكبيرة وتحمل شعارات. بدأت بالتدخل، بدأت بالتحرك، بدأت هنا بهذا الانتفاع الجميل، وأول الواصلين على المركز الرابع. وصلت وصلت العزوم لمحمد بن راشد بن سيف الغضالي، وصل بالشاوي، وصل بالشاوي، بدأ هنا يتحرك، يتحرك مع انطلاقة واندفاعة العزوم بعزم قوي بانطلاق كبير. ولكن العودة، العودة إلى الشاهنية، الشاهنية، الشاهنية بالمركز الأول، وأداها 100%، أداها 100% حتى هذه اللحظات بشعار سيف بن راشد بن سالم، بالشاوي الأغضلي وبالشاوي الآخر قادم مع العزوم محمد بن راشد بن سيف بالشاوي الأغضلي. الله الله، ولكن العزوم تسللت، العزوم انطلقت، العزوم طارت، العزوم هذا الأداء الجميل هنا، وصلت بأداء كبير وانفردت بانطلاق المميز والرائع. إذن العزوم عزمت على المركز الأول، وبالفعل حققت هذا الانتصار الكبير في اللحظات الأخير بعرض ممتاز، بأداء كبير، بقوة رائعة مع محمد بن راشد بن سيف بالشاوي الأغضلي. راح بالشاوي، راح بالشاوي بالسلام، بالسيارة، بالانتصار، وإلى أم القوين. هنا وافل المعلة، هنا من يحتضن هذا الناموس. تهانينا لك يا مالك العزوم محمد بن راشد بن سيف بالشاوي الأغضلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت في مدينة لسالة بضعي بن غدير اكتبها. المركز الثالث كان مع الشاهنية الواصلة أيضا بالمركز الثالث السيف بن راشد بن سالم بالشاوي الغفلي. المركز الرابع هناك، المركز الرابع كان مع الهبيبة لحمد بن مبارك بن محمد بن هدب العامري، والمركز الخامس كان عالية لأيضا شعار سلطان بن محمد بن رشيد السويدي. والتوقيت الزمني، ويتسجل التوقيت الأفضل هنا مع انطلاقتي وتحديات العزوم، 8:57 وستة أجزاء من الثانية. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الكبير والتوقيت الأفضل مع انطلاقة العزوم. تهانينا لك يا مالك العزوم محمد بن راشد بن سيف بالشاوي الأغضلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 9:03 بالوفاء والتمام والكمال. كانت هناك المدينة سالم بضعي بن غدير الاكتبي من حضر بالمركز الثاني، بينما وصلت على المركز الثالث وكانت حاضرة هناك الشاهنية لسيف بن راشد بن سالم بالشاوي الأغضلي، وتوقيتها الزمني 9:04:06 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.